مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير الكبيرول. عنا نص كيلو برغل ناعم، 400 جرام لحمة ناعمة من عند اللحام بنطلبها للكبي خاص، 400 جرام لحمة مفرومة ناعم، بهار الكبي، مي، وبصلة ناعمة صغيرة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي بحط المي فوق البرغل، بحركهم شوي مع بعض، بحطهم على جنب ليفوش البرغل. بحط زيت زيتون، بحط على الغاز وبقليها. بس قلت البصلة بهيدا الشكل، هلا بحط فوق اللحمة المفرومة. بحط كمان نص ملعقة صغيرة فلفل أسود، نص ملعقة صغيرة طبعا بهارات. قبل ما تستوي اللحمة برش رشة ملح، حركهم مع بعض. بعد ما استوت اللحمة هلا بحطها على جنب لتبرد. هون رجعت حطيت بالبرغل نص كوب مي، يعني صرنا حاطين كوب ونص مي. بحطهم على جنب وبتركهم ليفوش البرغل منيح، بعد بدهم شوية وقت ليفوش البرغل. بعد ما بردت اللحمة بحط فوقها ملعقة صغيرة سماق. السماق كتير بيعطي نكهة طيبة للكبة. بحركهم مع بعض. قليت شوي صنوبر بسمنة، هلا بحطهم فوق الحشوة. أكيد صنوبر حسب الرغبة. بحركهم كمان مع بعض. هيدي الحشوة صارت جاهزة. بعد ما فش البرغل هلا بدنا نحط اللحمة. بسم الله. وبحط كمان ملعقة طعام من بهار الكبة وملح أكيد حسب الرغبة. بعجنهم مع بعض. بسم الله. هيدي الكبة صارت جاهزة لنحشيها. بدنا نبلش بطريقة لف الكبة. عندي نايلو بهيدا الشكل، بشيل كبة. بسم الله. بمدها على النايلو أكيد. مديتها بهيدا الشكل للكبة. هلا بحط عليها حشوة. هيك أزبط لتشوفوا كيف بدنا نلفها. بسم الله. بهيدا الشكل. كمان بطويها على بعض، بضغط عليها نفس الشيء، بضغط عليها من الطرف من هون، كمان بضغط عليها. بقص الباقي بالسكينة. هول اللي زادوا بشيلهم، كمان برجع بعمل فيهم كبة. لفها بهيدا الشكل. بحطها على جنب لأعمل وحدة غيرها. بعد ما لفت الكبة بهيدا الشكل هلا بدنا نحطها بالفرن. أول شي عندي صينية فيها زيت نباتي، بعملهم بهيدا الشكل. بشيل
شيل النايلو عن الكبة. بسم الله. وبحطها بالصينية. بغرقها شوي بالزيت وبحطها بهيدا الشكل. شفتوا كيف؟ بسها شوي. كمان نفس الشيء. ببعدهم شوي، بعمل مسافة صغيرة بيناتهم ليستوى عجناب. هيدا الشكل شيء خفيف. اكيد بحطهم بفرن حامي مسبقا على درجة حرارة 250. هيدي الكبة اخدت بالفرن 35 دقيقة. هلا بدنا نشوف مع بعض كيف طلعت من الداخل. سخن نار. بسم الله. فينا اذا حبينا لتعطي شكل حلو ندهن هيك دهنة خفيفة زيت نباتي على الوجه، تعطي شكل كتير حلو. ندهنهم هن وسخنين. بسم الله. هيدا الشكل النهائي. هيدي الكبة الرول اللي عملتها انا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.